وهنا كذلك لا يفوتني من هذا المنطلق ومن هذا الموقع تقديم الشكر لسموه الكريم على استمراره رحلة التطوير الاستثنائية التي تشهدها مملكتنا الغالية بإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد المشاريع الطموحة بما يحمله من برامج ومضامين نوعية تخدم مختلف المجالات التنموية في المملكة، ولعل أبرزها الاهتمام بالتنمية الشاملة لمراحل الطفولة ومنح التربية الخاصة أهمية قصوى في برامج تحقيق الرؤية تأكيداً لضمان حقهم في رحلة التعليم.